تسأل الشيخ صالح وتقول: كيف نصلي الظهر يوم الجمعة؟ والسائلة كما سمعتم امرأة الشيخ صالح. تصلي الظهر إذا دخل وقتها، طيب إذا دخل وقت الظهر المعروف نعم، فإنها تصلي، وإن تأخرت عن أول الوقت فلا بأس، وإن صلت في أول الوقت فهو أفضل، ولا تتقيد بصلاة الرجال كما يظن بعض العوام، بل إذا دخل الوقت فإن النساء يصلين، وهذا أفضل من التأخير. نعم. عدد الركعات شيخ صالح، لأنها تقول هل نصليها ظهرا؟ نعم، هي في حق النساء ظهر. طيب، إلا إذا صلينا مع المسلمين، إذا صلينا مع المسلمين صلاة الجمعة في المسجد نعم، فإنها تكفيهن عن الظهر. ما شاء الله. أما إذا صلينا في بيوتهن فإنهن يصلين ظهرا. نعم، بمعنى يصلين 4 ركعات شيخ صالح. ظهر معروف، 4 ركعات. جزاكم الله خير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.